السلام عليكم ورحمة الله. جامعة الدمام، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم عن بعد، دكتور محمود عبد العزيز توني، مقرر طرق البحث. اتكلمنا في المحاضرات السابقة عن كيفية تجميع البيانات من خلال الأدوات المختلفة، وركزنا بشكل أكبر على الاستبيان، وشفنا الخطوات اللي بيتبعها الباحث في بناء الاستبيان ومراجعته، وبعد كده تحكيمه، وشفنا الطرق المختلفة لتحكيم الاستبيان، وشفنا الاختبارات المفروض ان الباحث يعملها على الاستبيان للتحقق من مدى ثبات الاستبيان وصدق العبارات الداخلة فيه واتساقه. وبعد كده اتكلمنا المحاضرة السابقة عن تحليل البيانات، وتطرقنا لبعض الوسائل، الرسومات البيانية والأشكال البيانية لتحليل أو عرض البيانات، وبعض المقاييس الإحصائية البسيطة زي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. وقلنا طبعا ان احنا مش هنتطرق بشكل كبير في هذه الأدوات، لان احنا مقررنا ما هوش مقرر الإحصاء، وإنما احنا بناخد بعض الأدوات اللي تساعدنا في عرض البيانات والتعرف على الخصائص الرئيسية للبيانات. طيب، بعد ما الباحث يخلص خلاص البحث بتاعه ويخلص النتائج وتحليل البيانات، يجي بقى لكتابة الشكل النهائي للبحث. وكتابة الشكل النهائي برضو هنا، بالرغم إنها قد تبدو للبعض انها حاجة شكلية او حاجة مش رئيسية، لكن لا، في كثير من البحوث يعني بيكون عليها انتقادات بشكل كبير على كيفية الكتابة والصياغة وتصميم الشكل النهائي للبحث. فهذه الامور ايضا من الامور المهمة في تقييم البحث بشكل اجمالي. وبالتالي هنحاول ان شاء الله في المحاضرة بتاعت النهاردة هنتكلم عن لغة البحث وأسلوبه، كيفية صياغة لغة البحث بأسلوب جيد وبأسلوب يعني يسهل للقارئ فهم العبارات الموجودة فيه، استخدام الإشارات والمختصرات في الكتابة لابد أنها تكون واضحة. بعد كده لما أجي أقسم البحث لازم إزاي أن أنا أعمل العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية، وبعد كده الشكل المادي والفني للبحث، واخر حاجة نتعرف على مناقشة البحث وبعض الاعتبارات المفترض ان والتوصيات المفترض ان الباحث ياخدها في الاعتبار لما يجي يعمل مناقشة او عرض للبحث بتاعه. طيب، في الاول بنقول ان كتابة او هذه المرحلة تعد من مراحل كتابة تقرير البحث، يعني بنتكلم عن كتابة تقرير البحث، وبحنا بنتكلم عن الفينشنج او الشكل النهائي للبحث. وبالتالي الباحث هنا بيقوم بمراجعة وافية ودقيقة للمسودات بتاعة البحث اللي جمعها والبيانات والارقام، واللي قام بعد كده بتحليلها ودونها، وده من اجل التأكد من دقة وسلامة المعلومات الواردة في البحث، سواء من الناحية العلمية ومن الناحية الموضوعية، ومن حيث استخدام المصطلحات العلمية والفنية المتخصصة في مجال البحث. وفي هذه الحالة لما يكون في بعض المصطلحات المتخصصة، من الأفضل ان الباحث يعني يذكر المقصود به هذه المصطلحات في البداية، وبعد كده توثيق المصادر والمعلومات، ويمكن ده ان شاء الله هنتكلم عنها في المحاضرة القادمة بشكل أكثر تفصيلا، كيفية توثيق مصادر البحث. وبالتالي زي ما قلنا إن الفصل ده بيحاول يغطي النقاط التالية، اللي هي لغة البحث وأسلوبه، استخدام الإشارات والمختصرات في الكتابة، أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية، والشكل المادي للبحث ومناقشة البحث. طيب، نيجي في الاول نتكلم عن لغة البحث والاسلوب اللي بتكتب بيه البحث. طبعا من الامور الواجب ان الباحث ياخدها في الاعتبار ويهتم بيها هو كتابة الشكل النهائي
للبحث، والمتمثلة في لغة البحث انها تكون سليمة، والاسلوب اللي بيكتب بيه البحث يكون ايه جيد. وبالتالي في بعض الملاحظات اللي على الباحث ان ياخدها في الاعتبار ويراعيها وهو بيكتب البحث بتاعه في شكله النهائي. اول حاجة ان تكون لغة البحث مفهومة وفعالة، فبالتالي يجب على الباحث انه يعبر عن افكاره في البحث بجمل بسيطة وموجزة، وان يتجنب التكرار الا اذا كان لغرض التأكيد على نقطة ايه معينة. ما يبقاش في نفس النقطة يزيد ويعيد فيها في اكتر من ايه، في اكتر من موضع، الا اذا كان الهدف من التأكيد هنا، الهدف من التكرار هو التأكيد على هذه المعلومة. قلنا زي ما قلنا برضو ان كل ما كانت الجمل بسيطة وقصيرة، كل ما قدر القارئ ان يفهم المعنى بتاع هذه الجملة بشكل ايه، بشكل واضح. لكن ما يبقاش مثلا بلاقي في بعض الابحاث اقعد اقرا في فقرة اكتر من نصف صفحة لغاية ما الاقي النقطة دي، معناها ان هذه الجملة كبيرة ومركبة، وبالتالي ممكن الباحث يتوه فيها او القارئ يتوه فيها، او يعني ما يقدرش يربط ما بين الافكار المختلفة في هذه النقطة. وبالتالي نحاول ان احنا نصيغ جملنا بشكل بسيط، نضع نقطة وبعد كده نبدأ بجملة اخرى تعبر عن فكرة اخرى او تتابع الفكرة السابقة وهكذا. ايضا لما اجي استخدم مصطلحات لازم استخدمها بشكل دقيق، لان المصطلحات العلمية لها معنى، لو غيرت في الكلمة ممكن تغير المعنى بتاع المصطلح ككل. وبالتالي مهم جدا ان احنا لما نصيغ المصطلحات نصيغها بشكل دقيق وبشكل مفهوم. وايضا عند ترجمة المصطلحات العلمية، لان كثير من الترجمات ممكن تكون ترجمة حرفية تبعد خالص عن المعنى ايه، المعنى الرئيسي للمصطلح. فلا بد ان انا طبعا المتخصص بيعرف الترجمة بتاعت هذه المصطلحات، لكن غير المتخصص ممكن هو بيترجمها يترجمها ايه بشكل خاطئ. الترجمة الحرفية قد لا تؤدي الى الوصول الى المعنى الحقيقي للمصطلح. ايضا من الامور اللي المفترض ان الباحث ياخدها في الاعتبار وهي دقة الصياغة. وبالتالي يجب على الباحث استخدام الجمل والتعبيرات الدقيقة وتجنب الحشو في الكتابة. يعني في بعض الحالات يمكن شفت رسالة دكتوراه تقترب من 1000 صفحة، طبعا يعني حجم كبير جدا على رسالة الدكتوراه. يعني رسالة الدكتوراه ما هيش بالكبر ولا بعدد الصفحات، وإنما بالمحتوى الموجود فيها. وبالتالي لابد أن الباحث يتجنب الحشو في الكتابة، ما يكتبش إلا ما يتعلق بالبحث بتاعه، ما لقيش أنه، لأني مش مطلوب في البحث أنك أنت هتعمل كتاب. في الكتاب ممكن تتوسع وتكتب حاجات كتير، لكن البحث أنت بتشتغل في نقطة بحثية محددة، وبالتالي المفترض انك انت تبقى مقيد بهذا الاطار. عشان كده لما بنتكلم في الحدود بتاعه الدراسه من ضمنها الحدود الموضوعيه اللي هي موضوع الدراسه، ان انا ما اخرجش بعيد عن اطار موضوع الدراسه واتكلم في حاجات ما لهاش علاقه بالبحث بتاعي. يبقى اذا لابد عن للباحث تجنب الحشو في الكتابه، وتجنب استخدام العبارات الرنانه التي لا يجب استخدامها في البحث. يعني تلاقي الباحث ممكن يقعد يكتب بعض العبارات ان مثلا هذا ما لم يحدث من قبل، وده شيء مبهر. هذه العبارات يعني لا تستخدم في مجال البحث. البحث بيكون يتسم بالموضوعية، ودي احد سمات البحث الجيد. ما يبقاش فيه مبالغة كبيرة جدا في النتائج مثلا، او بعض العبارات اللي ممكن تستخدم في المقالات الصحفية ماشي، وفي يعني بعض البرامج مثلا التلفزيونية ممكن تلاقي العبارات الرنانة دي مستخدمة بشكل كبير، لكن في البحث لا، بنصيغ العبارات بشكل موضوعي بدون تحيز وبدون تهويل في الأمور. بالتالي لابد من الباحث تجنب استخدام العبارات الرنانة التي لا يجب استخدامها في البحث العلمي، او الخروج عن موضوع البحث الاصلي زي ما قلنا، والتطرق الى مواضيع ثانوية ليست لها علاقة بالبحث. ايضا يجب على الباحث استخدام الجمل والتراكيب المناسبة. وهنا استخدام الجمل القصيرة الواضحة والتراكيب المناسبة
بيخلي البحث أكثر وضوحا بالنسبة لي سواء المشرفين أو اللي هيناقشوا البحث بالنسبة للجنة المناقشة فيما بعد، خاصة مثلا لو كان البحث بحث ماجستير أو دكتوراه أو بحث تخرج، بيقوم مجموعة من المناقشين بيناقش الطالب في الجمل في البحث اللي هو كاتبه، فكل ما كانت الجمل هنا قصيرة وواضحة ومترابطة مع بعض كل ما ده هيسهل بالنسبة للمشرفين والمناقشين من انهم يفهموا موضوع البحث بشكل واضح. ايضا على الباحث تجنب استخدام الجمل المبنية للمجهول، يعني دايما ما نستخدمش الجمل المبنية للمجهول، وان يتجنب استخدام الجمل الاحتمالية، وهنا الاحتمالية اللي هي بيكون لها اكثر من معنى، يعني الجملة ممكن تفهم على اكثر من مفهوم، وليس هنا الجمل الاحتمالية ان النتائج ممكن تكون غير حتمية، يعني في بعض الحالات يعني احنا عندنا مثلا في بعض التخصصات في الاقتصاد وبعض التخصصات الاخرى قد تكون بعض الجمل احتمالية، بمعنى ان النتيجة ما هيش حتمية نظرا لان هناك بعض العوامل اللي ممكن تؤثر فيها بشكل بشكل اخر، ودايما ان احنا في بعض العلوم زي الاقتصاد بنثبت بعض العناصر او بعض المتغيرات اللي ممكن تؤثر على الظاهرة، ونشوف تأثير متغير على الظاهرة مع تثبيت العناصر الاخرى، فبالتالي النتيجة اللي احنا بنوصل ليها ما نقدرش نقول نتيجة قطعية، وانما هي نتيجة احتمالية، لان ممكن مع عدم تغير مع تغير العوامل الاخرى اللي ممكن تؤثر في الظاهرة قد تكون هذه النتيجة تتغير إلى شكل آخر، لكن المقصود هنا استخدام الجمل الاحتمالية اللي هي الجمل لما أراها يعني ممكن أفهم منها أكتر من معنى، وبالتالي في هذه الحالة بتكون ما هياش صياغة جيدة، لأنها بتؤدي إلى سوء فهم بالنسبة للقارئ أو المناقش اللي يقوم بمناقشة هذه الرسالة أو البحث. أيضا على الباحث اختيار الكلمات والعبارات التي توضح وتخدم الهدف من البحث، بالتالي يجب على الباحث انه يتجنب استخدام الالفاظ العامية، ما ينفعش ان انا استخدم الالفاظ العامية في البحث العلمي، والابتعاد عن المصطلحات الاجنبية المعربة التي لها بديل في اللغة العربية، يعني مثلا في بعض الابحاث تلاقي مستخدمين بعض الكلمات الأجنبية واكتبها باللغة العربية، مش بيكتبها كمصطلح أجنبي، يعني اكتبها باللغة العربية كما تنطق باللغة الإنجليزية، بالرغم إن مثلا ليها معنى بالعربي أو ليها بديل في اللغة العربية، وكثير من الكلمات الدارجة يمكن زي مثلا كلمة بلكونة، مثلا هي بلكونة هي ترجمة لتقريبا كلمة كلمة فرنسية لكن ليها معنى في اللغة العربية، وبالتالي لما اجي استخدم هنا استخدم اللغة البديل لها في اللغة العربية، لأما لو هكتب مصطلح باللغة الإنجليزية وبكتبه كما هو باللغة بتاعته وليس اللغة المعربة لي، إلا إذا ما كان هذا المصطلح ماليش ما يقابله في اللغة العربية، في هذه الحالة ممكن إن أنا أستخدم الكلمة المعربة. من الأشياء المهمة جدا اللي على الباحث ان يراعيها هي مراعاة قواعد اللغة من نحو وصرف عند كتابة البحث، ما لقيش انه ان الباحث رفع المنصوب وجر المرفوع وهكذا، لا لابد ان انا ابقى عارف، ومن الافضل للباحث انه بعد ما يخلص البحث بتاعه ان يعرضه على احد المتخصصين في اللغة العربية، احد المتخصصين في اللغة العربية فيراجعوا له من ناحية القواعد اللغة العربية علشان ما يبقاش فيها اخطاء كتيرة في صياغة اللغة، حيث ان تغيير مثلا اشارة او حركة واحدة في كلمة او عبارة قد تغير المعنى بالكامل، وبالتالي دي من النقاط المهمة جدا على الباحث ان ياخدها في الاعتبار. طيب بعد ما خلصنا لغة البحث وأسلوب البحث نيجي للنقطة الثانية وهي تنقيح البحث واستخدام الإشارات والمختصرات في الكتاب،
ودي من الأمور برضو اللي على الباحث إنه يراعيها وياخدها في الحسبان، لأن كثير من الباحثين يعني ما بيعرفوش مغزى أو معنى استخدام بعض الإشارات، إمتى يستخدم الفاصلة، إمتى يستخدم النقطتين المتعمدتين، إمتى يستخدم النقطة. فدي فتلاقي إن البحث مكتوب ومستخدمة هذه الإشارات استخدام ما هوش صحيح، تلاقي كل شوية محتاج إنك أنت بس تعدل، لأن حتى هذه الفصلات والإشارات بتضيع المعنى في بعض الحالات لما تبقى محطوطة إيه بشكل خاطئ. بالتالي يعتبر تنقيح البحث في المرحلة الأخيرة من طباعة وإخراج البحث بشكله النهائي. وفي بعض الاعتبارات أو الجوانب المفترض أن الباحث ياخدها ببعض من الاهتمام، وبتشمل بقى تثبيت المعلومات التي تم الاستشهاد بها على شكل إعادة صياغة وبشكل لا يشوه المعنى، مع التأكيد على الإشارة إلى المصدر. تدقيق ومراجعة المعلومات التي تم اقتباسها حرفيا بالذات، والتأكد من وضع إشارة التنصيص. يعني مثلا امتى استخدم إشارة التنصيص؟ زي ما نشوف لو انا واخد جزء معين من بحث او من كتاب حرفيا زي ما هو، في هذه الحالة بقول ده اقتباس حرفي، فلازم ان انا احطه ما بين علامتين التنصيص، مع التأكيد على الإشارة الى المصدر المقتبسة منه هذه المعلومات. بعد كده بشير ليها في الهامش ان هذه مثلا فقرة خدتها من المصدر الفلان. حذف العبارات والجمل التي لا تحدد افكار الباحث بشكل واضح. قلنا لابد ان الباحث بعد ما يخلص ويكتب البحث يبدا ينقحه ويشوف لو في بعض العبارات ما هياش واضحه، لا المفترض ان انا اشيلها من البحث حتى لا تسبب غموض او يعني سوء فهم لهذه العباره. التاكيد على ذكر الاسم الكامل للشخص او الاشخاص المستشهد منهم عند ذكرهم لاول مره في متن البحث او الهامش، خاصة لو انا بستخدم التوثيق داخل المتن باستخدام ان انا هشتغل في الهوامش، فبالتالي لما اجي اذكر هذا المرجع لاول مرة بذكره بالكامل هذا المرجع، وبعد كده لما يتكرر الاشارة الى هذا المرجع مرة اخرى ممكن بس بكتب اسم الباحث واكتب مثلا مرجع سبق ذكره، يبقى بالتالي في هذه الحالة على اساس ان انا ذكرته ايه قبل كده. لكن في اول مره لما اجي استشهد بمرجع معين لابد ان انا اكتب اسم المرجع بالكامل، اسم الشخص واسم الكتاب والسنه او اسم البحث ودار النشر، زي ما هنشوف ان شاء الله في المحاضره القادمه. ايضا التركيز على العبارات التي توضح الافكار الرئيسيه لموضوع البحث. طيب نيجي نشوف استخدام الإشارات ومعاني هذه الإشارات. في عدد من الإشارات والرموز والعلامات التي تستخدم من معظم الباحثين في كتابة البحوث والرسائل العلمية، واستخدام هذه الإشارات بشكل جيد بيساهم في يعني جودة البحث وجودة الشكل العام للبحث. أهم هذه الإشارات مثلا استخدام علامات الترقيم أو التنقيط، يعني نحط نقطة ووضع النقطة في أماكنها المطلوبة مهم جدا علشان أفصل ما بين الجملة والجملة التانية، أفصل ما بين معنى الجملة ومعنى إيه آخر. بالتالي وضع النقطة في أماكنها المطلوبة وعدم المبالغة في استخدام المقاطع الكثيرة التي تتألف منها الجملة الواحدة دون توقف، ده يعني بيساهم في الفهم بشكل جيد في الفقرة، وبالتالي عدم ضياع المعنى والمفهوم. زي ما قلنا ما ينفعش ان انا مثلا اقعد اكتب نصف صفحة بدون ما يكون في فاصل ما بين فقرة وأخرى أو ما بين جملة والأخرى، تكون نصف صفحة كلها متصلة والنقطة في النهاية، معناه أن القارئ علشان يفهم هذا المعنى لازم يقراها كلها مرة واحدة.
وبالتالي بتخلي ممكن في الآخر يتشتت القارئ وتضيع المعنى بتاع هذه الجملة أو الفقرة. وبالتالي لما نيجي نحط موضع النقطة دايما بعد الانتهاء من كتابة جملة متكاملة، وقد تكون مثل هذه الجمل قصيرة لا تزيد عن بعض كلمات، لكن في النهاية بيصل المعنى بشكل جيد للباحث. وممكن تكون طويلة تتألف من عدة مقاطع، لكن ما تبقاش بالطول زي ما قلنا اللي يضيع المعنى، واللي في الآخر ما أقدرش أربط الكلام ببعضه مع نهاية الفقرة أو الجملة. أحيانا بنستخدم النقطة للدلالة على اختصار الكلمة، يعني ممكن تبقى جاية وسط الجملة زي مثلا ما أقول دكتور فلان، فممكن في هذه الحالة أستخدم مثلا دال نقطة، فدي دلالة على كلمة مثلا إيه دكتور، أو مثلا أقول الصفحة الفلانية مثلا عايز أكتب صفحة رقم 10، فممكن بنختصارها صاد نقطة وأكتب إيه رقم الصفحة. فدي من الحاجات اللي هي متعارف عليها في البحث العلمي، إن في بعض الكلمات بيستخدم أول حرف منها ونقطة للدلالة أو لاختصار عن كلمة ما. في بعد كده استخدام النقطتين المتعامدتين اللي هما النقطتين اللي فوق بعض دول، وهنا دائما يكون الباحث عايز يقسم الجزء اللي جاي مثلا إلى أقسام معينة، عندما يحاول الباحث أن يقسم ما يريد كتابته إلى أقسام. فمثلا هنقول مثلا الباحث يبقى كاتب مثلا يمكن تقسيم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث كما يلي، وبحط نقطتين وهبدأ من اول السطر مثلا كتابة عناوين المباحث الثلاثة، يبقى ده مجال استخدام النقطتين ايه المتعامدتين. ممكن ايضا تستخدم النقطتين المتعامدتين في كتابة عنوان البحث او اسم ايه الكتاب، لما يكون في عنوان اصلي او رئيسي وعنوان فرعي او ثانوي. لما اجي مثلا اتكلم عن الجامعات السعودية نقطتين نشأتها وتطورها، او اثر مثلا اثر زيادة عرض النقود على مثلا التضخم والبطالة، وبعد كده اعمل نقطتين دراسة حالة عن الاقتصاد مثلا السعودي، يبقى هنا في هذه الحالة بيبقى في عنوان رئيسي وعنوان ثانوي او فرع، فممكن ان انا استخدم النقطتين المتعمدتين للفصل ما بين العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي. احيانا بستخدم النقاط الثلاثة اللي هي متجاورة زي مثل هذه النقاط، وتستخدم دي ما يكون لوجود كلام محذوف ولا حاجة للاستمرار، يعني مثلا ما اقول مثلا من أمثلة كذا من أمثلة منها من الأمثلة مثلا كذا وكذا وكذا، وبعد كده من نقاط وإلخ، دي معناها إن وهكذا. طيب زي ما قلنا في حالة الاقتباس يجب ذكر المعلومات كما وردت في النص الأصلي، يعني واخد مثلا تعريف لمصطلح معين، واخد هذا التعريف من كتاب أو بحث. في هذه الحالة لو خدته كما هو لابد ان انا اخده بالاشارات وبعلامات التنقيط الموجودة فيها في الاقتباس، وزي ما قلنا بنحطها داخل علامة ايه التنصيص، فلو حاطط فصل حط فصل زي ما هي، حاطط نقطة حطها زي ما هي بالنقطة بتاعتها، ده ما يكون الاقتباس اقتباس حرفي. اما اذا كان اقتباس بتصرف فاستطيع ان انا بعيد كتابة الجملة باسلوبي لكن في نفس المعنى، وفي النهاية برضو بشير الى مصدر هذه المعلومة كان المصدر الفلان. لكن لما يكون اقتباس حرفي فيجب ذكر المعلومات كما وردت في النص الاصلي بما في ذلك الاشارات وعلامات التنقيط والنقطة والفصلة وعلامات الاستفهام وغيرها من العلامات. في بعض الحالات قد يحلو لبعض الباحثين استخدام نقطتين او اكثر لغرض التزويق في الكتاب، وده يعتبر من الخطأ. ممكن نلاقي مكتوب على صفحات التواصل الاجتماعي لكن ما ينفعش ان انا استخدمه في كتابة البحث، لان البحث المفترض ما استخدمش
أي إشارات أو أي علامات أو أي أشياء إلا إذا كان لها معنى في البحث. فمش مطلوب إن احنا نستخدم أشياء أو بعض الإشارات الغرض منها فقط إن احنا نزوق في الكتابة أو نبين مثلا حاجة بشكل إيه جيد، وهذا ليس مجاله في البحث العلمي. نيجي نشوف استخدام الفصلة ونشوف امتى بنستخدم هذه الفصلة. الفصلة دي مجالاتها كتيرة في البحث. طيب، تمثل الفصلة مقاطعة قصيرة لاستمرارية الحديث والكتابة لمفهوم محدد، زي مثلا اهو هنا بنتكلم وبعد كده نستدرك الكلام في نفس الموضوع، فممكن ان انا اعمل ايه فصلة. فالكاتب قبل ان يستمر في الحديث يستخدم الفصلة لاعطاء فرصة للقارئ في متابعة الحديث. يبقى اذا كانت الفقرة كبيرة ومش هستخدم نقطة في بين الجملة التانية، فممكن ان انا اعمل فصلة ما بين كل فقرة او كل جملة، مقاطعة صغيرة واللي بعدها، علشان ادي للقارئ فرصة يلتقط الانفاس ويحدد معنى هذه الجملة، وبعد كده ينتقل للي بعديه، خاصة اذا كان في ترابط طبعا ما بين هذه الجمل. قد تستخدم الفصلة للفصل بين مقطعين مرتبطين بحروف او عبارات ربط جمل. يعني مثلا ما اجي اتكلم مثلا حاجة اقول ولكن، لازم اعمل فصل غير انه، يبقى هنا بغير المعنى الى انتقل الى معنى اخر ببعض الكلمات الربط. ففي هذه الحالة بعمل ايه فصلة، لكن ولو عامل فصلة غير انه اعمل فصلة الا انه، وهكذا. وعادة بتوضع الفصلة قبل هذه العبارات والحروف ايه الضابطة. يعني نحط هنا الفصلة غير انه، المفروض في فصلة لكن، فصلة الا انه، وهكذا. تستخدم ايضا الفصلة بين سلسلة من الاسماء والعبارات التي يكون عددها ثلاثة او اكثر، فاعمل فصلة لغاية اخر واحدة اقول وكذا. فمثلا ما اجي اقول من اهم المدن الساحلية في المملكة جدة، فصلة الدمام، فصلة الخبر، واخر حاجة واكتب ايه وابا. يبقى مش صحيح ان انا اكتب جدة والدمام والخبر وابا، لا. اذا كان ان انا بكرر اكتر من حاجتين، يبقى في هذه الحالة بعمل فصلة ما بين كل واحدة والتانية، واخر واحدة هعمل لها و بدون ايه الفصل. يبقى هنا جدة فصلة الدمام فصلة الخبر، وبعد كده اخر حاجة ايه وابها. ايضا بتستخدم الفصلة للفصل بين العبارات مثل عنوان اقامة شخص، محل عمله، او ما شابه ذلك. فاقول مثلا وزارة التعليم العالي فصلة، جامعة الدمام فصلة، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، ولو هكمل بعدها فصلة وكمل وهكذا، وفي النهاية احط ايه النقطة. ايضا بتستخدم الفصلة مع اشارات اخرى للفصل بين نسميها البيانات البيبلوغرافية، اللي هي التوثيق في حال التوثيق المراجع العلمية الخاصة بالكتب والمقالات العلمية ومصادر الاخرى التي يشار اليها في البحث. فمثلا لما اجي اعمل توثيق مثلا للكتاب بتاع المقرر بتاعنا اللي هو عامر ابراهيم قندجلي، فدايما بنبدأ بالاسم العائلة اللي هو قندجلي، وبعد كده فاصلة واكتب الاسم الاول الباقي الاسم بتاعه، الاسم الاول باقي الاسم بقندجلي فاصلة عامر ابراهيم نقطة بعد كده، وبعد كده اروح كاتب اسم الكتاب البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية والالكترونية، وبعد كده اعمل فاصلة، وبعد كده هكتب المدينة التي نشر فيها هذا الكتاب عمان، وبعد كده فاصلة، وبعد كده هكتب دار النشر، وبعد كده فاصلة، وبعد كده السنة، وبعد كده ايه نقطة. او ممكن السنة بيجي احيانا بعد ايه اسم الباحث وقبل اسم ايه الكتاب او البحث.
يعني على حسب المدرسة المتبعة في توثيق البيانات. لكن شفنا ان مجالات استخدام الفصلة كتيرة ومتعددة، ممكن بستخدمها داخل زي ما شفنا داخل الجمل للفصل ما بين بعض التراكيب والجمل القصيرة، او استخدمها بين عبارات الربط ما بين الجمل، او عند استخدام اكتر من في الاسماء والعبارات عند استخدام اكتر من اتنين، وبستخدمها في برضو العبارات في تعبير عن عنوان اقامة شخص ومحل عمله وما شابه ذلك، وفي توثيق المراجع. طيب في القوسين الصغيرين اللي هي قلنا عليها علامة التنصيص، اللي هي زي ده هي اللي بنلاقيها في الكيبورد مثلا على الحرف ط، هذه الاقواس بنسميها علامات او اداة التنصيص، ودي بقى اللي بنستخدمها لو انا زي ما قلت بقتبس جزء من بحث اخر او من مرجع اخر واخده زي ما هو بالنص، فلازم احطها داخل اداة التنصيص، وبعد كده اشير الى مرجع هذه الجزء اللي انا اقتبسته. اما لو كان الاقتباس في تصرف ان انا شفت هذه العبارة وبعد كده كتبتها باسلوبي بس في مرجع معين رجع لها، فبكتبها بدون علامة تنصيص، ولكن برضو لازم اشير الى مرجع هذه الفقرة او الجملة. يبقى اذا تستخدم علامات التنصيص او هذه الاقواس للدلالة على اقتباس معلومات ونصوص حرفيا زي ما قلنا، نظرا لاهميتها او اهمية كتابتها كما هي. قد تستخدم هذه الاقواس لحصر عبارة معينة مثل مصطلح او مفهوم خاص، ويفضل ان تكتب مثل هذه الاقواس في بداية او نهاية الحديث بشكل مرتفع عن باقي الكتابة العادية. هو عادة ما بنكتبها هو البرنامج الوورد بيبقى كاتبها فوق مرتفع شوية عن باقي الكتاب. وفي عندي الاقواس الاعتيادية القوسين العاديين دول زي القوسين دول، وهنا بتستخدم عند ورود مثلا عبارة باللغة العربية الفصحى ولا ما يعادلها مثلا من العبارات الاجنبية المعربة، يعني مثلا لما اقول استخدام الحاسب وبين قوسين اكتب الكمبيوتر، او استخدام معنى اخر نفس الكلمة يبقى بالتالي لو حطيتها ما بين قوسين. قد تستخدم الاقواس الاعتيادية لتوضيع عبارة بديلة اخرى، ولا يشترط ان تكون كلمة اجنبية معربة، يعني مثلا ما اقول مثل سكان المدن او بين قوسين الحضر، ان انا بوضح المقصود بالمدن هنا اللي هم اهل الحضر. واحيانا بنستخدم هذه الاقواس الاعتيادية لحصر الارقام المستخدمة في البحث، لو كنت بس عايز علشان ما تدخلش الارقام في الحروف او في داخل الكلمات، فممكن لما يكون في بعض الارقام ممكن ان انا احطها برضو ما بين القوسين. في عندي الشرطة اي الخطين الصغيرين في بداية ونهاية عبارة معينة زي كده هو، ودي بتستخدم الشرطة عندما يكون في جملة اعتراضية بعيد او ما هيش داخلة في سياق الجملة لكن هي جملة اعتراضية في النص، يعني مثلا نقول معظم الجامعات السعودية وبين شرطتين ان لم تكن كلها مهتمة بإدخال الحاسب في، هي أصلا معظم الجملة معظم الجامعات السعودية مهتمة بإدخال الحاسب في الإجراءات التوثيقية المكتبات، لكن أنا عايز أدخل جملة اعتراضية، فهذه الحالة لابد أن أنا أحطها ما بين شرطتين. يبقى إذا نقول معظم الجامعات السعودية شرطة إن لم تكن كلها، وبعد كده أعمل الشرطة مهتمة بإدخال الحاسب في الإجراءات التوثيقية لمكتباتها. في ايضا استخدام المختصرات، وده شائع في كثير من الابحاث، يعتبر استخدام
المختصرات في متن البحث أو في كتابة المراجع والهوامش من الموضوعات الدارجة والهامة في الأبحاث. يعني في بعض المختصرات زي مثلا في اللغة العربية بنستخدم الهاء، الهاء دي دلالة على إن السنة إيه؟ الهجرية. أنت لما أكتب مثلا 1434 هاء، مش لازم إن أنا أكتب 1434 سنة هجرية، لأ، هاء خلاص اتعرفت إنها إيه؟ مقصود بيها السنة الهجرية. أو ميم السنة الميلادية، بس ميم بتبقى جنب السنة علشان أبقى فاهم يعني معنى الميم هنا. لما أكتب مثلا 2013 ميم، يعني دي معناها السنة الميلادية. لما استخدم مثلا قاف ميم، دي معناها قبل الميلاد، أو باء ميم دي معناها بعد إيه؟ الميلاد. طبعا في أمثلة كثيرة على مثل هذه ايه المختصرات، زي ما قلنا الدال دوت مثلا زي دكتور، والصاد نقطة زي صفحة، كل دي ايضا ايه مختصرات بتستخدم في البحث. ايضا مثلا في بعض المختصرات اللي بنلاقيها في اللغة الانجليزية ودارجة بشكل كبير، زي مثلا دوك دي او سي دوت نوت، دي اختصار لكلمة دوكيومنت او معنى وثيقة. ولما اقول اي جي اللي هي زي مثلا بقول فور اكزامبل على سبيل المثال، فبفتح قوسين مثلا واكتب اي جي، دي معناها على سبيل اختصار لكلمه على سبيل المثال اللي هي فور اكزامبل. ولما اجي مثلا في الاشكال، مش لازم اكتب مثلا بالكامل فيجر 1، ممكن اكتب فيج دوت وبعد كده 1، يعني دي اختصار لكلمه ايه فيجر او الشكل رقم كذا. ايضا في توثيق المراجع، هنلاقي مثلا ان احنا بنكتب في او ال دوت، دي اختصار لكلمه فوليوم او المجلد، مثلا بقول المجلد الخمسين، بس في العربي بنكتب المجلد كذا. لكن لو بستخدم توثيق باللغه الانجليزيه يبقى بكتب، مش هكتب فوليوم بالكامل، انما بكتب في او ال دوت، وبعد كده بفتح ايه بكتب رقم الفوليوم او رقم المجلد. ايضا لما يكون مثلا مجموعه من الباحثين هم اللي عاملين بحث معين او كتاب معين، فبنكتب مثلا احمد، مثلا بدل ما اكتب احمد ومحمد وعثمان ويكون مثلا ثلاثه او اربعه، بكتب اول واحد مثلا احمد واخرون. في الانجليزي بنكتبها ات ال اي تي اي ال دوت، ودي كلمه لاتينيه بمعنى اند اذرز ات ال. فانا بنكتب مثلا احمد اتقل، يعني دي احمد واخرين، وبعد كده نكتب سنه النشر. لما يكون الكتاب ليه اكتر من محرر والمحرر غير المؤلف، فمثلا في مجموعه من المحررين او المحرر، ففي اللغه الانجليزيه المحرر معناها اديتور او اديتورز، بس ما بكتبهاش الكلمه بالكامل، وانما ممكن بشير لي اي دي دوت، يعني دي معناها اختصار لي اديتور. او لو مجموعة من المحررين يبقى اي دي اس دوت، دي اختصار لي اديتورز. ايضا في العربي نكتب وما شابه ذلك، يعني زي فور اكزامبل كده، لا وما شابه ذلك زي الاخ مثلا، الاخ في العربي عندنا. هنا في الانجليزي اللي هي ايتك اي تي سي دوت، معناها انت سو فوز فارزا. دي بعض الاختصارات اللي متدرجة في استخدام البحث العلمي، طبعا ليست على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال. طيب ننتقل بعد كده إلى أقسام البحث وعناوينه الرئيسية والفرعية، وإزاي إن احنا نكتب هذه العناوين وإزاي نرقمها أو ما شابه ذلك. فهنا بيجب أن يبوب البحث ويقسم بشكل منطقي ومقبول وواضح. وعادة لما نيجي نقسم البحث، يعني بيكون في الأول في الصفحات التمهيدية، وبعد كده في نص بتاع البحث أو متن البحث صميم المادة، وبعد كده النتائج والتوصيات، وبعد كده المصادر والمراجع اللي بنسميها مراجع الدراسة التي اعتمد عليها الباحث، وآخر حاجة الملاحق اللي بيبقى موجودة في نهاية البحث.
نيجي نشوف الصفحات التمهيدية، وبتشمل أول حاجة صفحة العنوان. الصفحة الرئيسية بتاعت البحث بتتضمن إيه بقى؟ اسم الجامعة أو الكلية أو المؤسسة التي ينتمي إليها الباحث في الجهة العليا اليمنى، هنا أهو بتبقى كده أهو في الجهة العليا اليمنى، يبقى مكتوب مثلا اسم الجامعة واللي بينتمي لها الباحث، مثلا جامعة الدمام، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع. ثم عنوان البحث الرئيسي، وبيجي في النص، ايه الصفحة، ويجي تحتيها العنوان الفرعي بس بخط ايه اصغر شوية. يبقى يجي عنوان البحث الرئيسي وتحته عنوان البحث الفرعي اذا وجد، وموقعها زي ما قلنا وسط الصفحة مرتفعة قليلا للأعلى، لان بعد كده لسه هيجي اسم الباحث وفي بعض ايه الاشياء الاخرى اللي هتيجي في الصفحة الاولى. بعد كده يكتب اسم الباحث تحت العنوان، وبعد كده التاريخ مثلا السنة بتاعت الرسالة دي، يبقى دي بنسميها ايه صفحة العنوان. بيتكتب اسم المؤسسة على الناحية اليمين، بعد كده اسم البحث في النص، وبعد كده لو في عنوان فرعي، وبعد كده اسم الباحث، وممكن طبعا الدرجة العلمية الماجستير او الدكتوراه، وبعد كده ايه السنة. يلي ذلك في صفحة لكتابة أسماء المشرفين والمناقشين، يبقى دي الصفحة الأولى. نيجي الصفحة الثانية يبقى كاتب أسماء المشرفين، خاصة لما يكون مثلا رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث تخرج، بيكتب هنا الباحث المشرف، المشرف على البحث أو المشرفين على البحث، ويكتب أسمائهم وأسماء لجنة المناقشة، يروح كاتب إيه أسمائهم، ودي بتبقى عادة في رسائل الماجستير والدكتوراه وبرضه ابحاث التخرج. ممكن بعد كده لو عامل صفحة تالتة اهداء وشكر وتقدير، اهداء بقى البحث بتاعه بيهديه لمين، وبيتقدم ليه الشكر مثلا للمشرف بتاعه، لكل من ساعده في البحث، الشكر لأسرته مثلا اتحملت الجهد والوقت اللي انشغل فيه الباحث عن الأسرة، فبيكتب كل الشكر والتقدير اللي عايز يكتبه في صفحة الإهداء والشكر. يبقى أول صفحة صفحة العنوان، بعد كده صفحة لكتابة أسماء المشرفين والمناقشين، وبعد كده صفحة للإهداء والشكر، وبعد كده في صفحة لقائمة المحتويات. طبعا مش لازم صفحة، ممكن تبقى أكتر من إيه من صفحة، وتشمل بقى عناوين الأقسام الرئيسية والفرعية والصفحات بتاعتها كل واحدة، و كل عنوان سواء رئيسي او فرعي، والصفحة بتاعته علشان تسهل للقارئ لو عايز يروح لجزئية معينة في البحث بيعرف الصفحة كام ويروح لها على طول. بتشمل العنوان الرئيسية والفرعية والفصول والمباحث المختلفة، مع ذكر زي ما قلنا ايه ارقام الصفحات التي وردت فيها هذه الاقسام. ولابد ان انا قائمة المحتويات دي اعملها في النهاية خالص، ليه؟ لأن بعض الباحثين بيروح يعمل قائمة المحتويات بعد كده يرجع يغير جوه، فتتغير أرقام الصفحات، فتلاقي قائمة المحتويات لا تعبر بشكل جيد، أو أرقام الصفحات لا تعبر فعلا عن الموضوعات الموجودة بالجوه. أو لو عملتها في شكل مبدئي في الأول، يبقى لازم إن أنا أحدثها في كل مرة لغاية ما أوصل للصورة النهائية للبحث بتاعي، فلازم تتحدث معاها تلقائيا، أحدث إيه قائمة المحتويات. ايضا بعد كده بتيجي في صفحة جديدة قائمة الاشكال والجداول والرسوم المستخدمة في البحث، وزي ما قلنا مش لازم صفحة واحدة، ممكن تبقى اكتر من صفحة لو عندي اشكال وجداول كتيرة، لكن بدايتها بداية هذه القائمة بتبقى في صفحة ايه منفصل، نقول قائمة الاشكال والجداول والرسومات المستخدمة في البحث، مع برضو ذكر الصفحة المذكور فيها هذه ايه الاشكال. وبعد هذه القائم بيجي في صفحة جديدة اكتب خلاصة البحث او ملخص البحث. وعادة معظم الابحاث بيطلب من الباحث ان يعمل ملخص للبحث في حدود 200 كلمة، بتختلف من بحث الاخر ومن جهة الاخرى، لكن عادة بيكون الملخص في حدود 200 كلمة. وقد يطلب من الباحث ان يقدمه بصورة مستقلة، يعني بعيد عن البحث، ما يبقاش داخل المتن، وانما يقدموا فرع لبعض، ويعتبر المستخلص غير ملزم
للباحث، يعني مش ملزم ان يحط ملخص في كل بحث الا اذا ايه اشترطته الجهة المعنية بقبول ونشر البحث. ممكن بعض لما يجي ينشر البحث مثلا في مجلة معينة فبيشترط لازم تحط لنا ايه مستخلص او ملخص للبحث، وبالتالي في هذه الحالة بيبقى ملزم. لكن لو ما طلبوش مش ملزم هنا الباحث ان يحط ايه ملخص للبحث. طيب دي يبقى العناوين التمهيدية اللي في الاول. في بعد كده المتن او النص اللي هي صميم المادة، يعتبر هذا الجزء من البحث او الرسالة الجزء الاكبر طبعا في البحث بتاعي، ويمثل حصيلة جهد الباحث في البحث بتاعه، بيشتمل على عدة اقسام وجوانب مختلفة. اولها بيبقى مقدمة البحث، واحيانا بنسميه مثلا فصل تمهيدي، وده بيشتمل مقدمة البحث على عدة جوانب، من ضمنها مثلا ما هي الدوافع التي دفعت الباحث الى اختيار موضوع البحث، ومشكلة البحث بتاعة هذا البحث، والهدف واهداف الدراسة او البحث، واهمية البحث، ومنهجية البحث المتبعة، وادوات جمع البيانات، والفروض بتاعة البحث، والحدود سواء الزمنية او المكانية او الموضوعية للبحث، والتعريف ببعض المصطلحات والمختصرات اذا لازم ايه الامر. يبقى كل هذه الامور بنحطها في الفصل الاول او في مقدمة البحث. الفصل الاول لما يبقى فصل تمهيدي، او ان انا كاتب مقدمة البحث يبقى بتشمل كل هذه ايه النقاط. بعد كده لما يكون بحث كبير زي الدكتوراه او الماجستير فممكن اقسمه الى ابواب، يبقى الابواب، وذلك في حالة تقسيم البحث الى ابواب او اقسام. مثلا الباب الاول، ويبقى الباب الاول ده يتضمن مجموعة من الفصول، والباب الثاني يتضمن مجموعة من الفصول. ممكن اقسمه مثلا الى ابواب، بعض الفصول تتكلم عن جزء النظري، وبعض الفصول تتكلم عن الجزء العملي مثلا في الدراسة. فممكن في هذه الحالة فمثلا، ويشتمل كل منهما على عدة فصول ومباحث زي ما قلنا، ونظر لأن عبارة الأبواب تستخدم في البحوث والمؤلفات الضخمة ذات الصفحات الكثيرة، لذا فإن أغلبية البحوث التي لا يتجاوز عدد صفحات 100 صفحة تكتفي بس باستخدام الفصول والمباحث. عشان كده مش هتلاقي استخدام كلمة التقسيمات الأبواب دي في معظم البحوث. انت عايزة تكون بحوث ضخمة وكبيرة علشان تقسم الى ابواب، وداخل كل باب مجموعة من الفصول. الفصول والمباحث يعتبر تقسيم البحث الى عدد من الفصول المناسبة امر مفضل، وده خاصة في ابحاث الماجستير والدكتوراه، وبيكون مناسب عند كتابة البحث والشكل النهائي. وبعد كده كل فصل يشتمل على مجموعة من المباحث، مبحثين مثلا او اكتر، لكن لو مبحث واحد يبقى لا، يبقى على طول الفصل على طول. ويجب ان تكمل الفصول بعضها بشكل منطقي، طبعا يكون في ترابط وتسلسل منطقي في هذه الفصول. طيب لو انا بعمل بحث مثلا تخرج في حدود مثلا 20 صفحة، هل برضه هقسمه لفصول؟ لا، في هذه الحالة الابحاث القصيرة لا تقسم الى فصول، انما ممكن تقسم الى مباحث. يبقى الفصول زي في رسائل الماجستير والدكتوراه مثلا توصل صفحات ما بين 100 200، فممكن هنا اقسمها الى فصول، وداخل كل فصل اقسمها ايه مباحث. اما البحوث القصيرة زي ابحاث الترقية بتاعت اساتذة الجامعة اللي هي ما بعد الدكتوراه، والابحاث الطلابية، فيفضل تقسيم البحث الى ايه مباحث فقط وليس ايه فصول. الجزء الثالث من البحث هو بيتكلم عن الاستنتاجات والتوصيات، واحيانا بنسميها النتائج. ويفضل استخدام كلمة الاستنتاجات لان الباحث هو الذي استنتج وخرج بهذه ايه النتائج من خلال ايه البحث، ولم تخرج من تلقاء نفسها. عشان كده مصطلح الاستنتاجات افضل من مصطلح النتائج. ويجب ان تنظم الاستنتاجات
في صورة نقاط مسلسلة بشكل منطقي، يعني ما فيش نتيجة تسبق نتيجة أخرى وهي مترتبة عليها، فلازم يبقى في تسلسل منطقي في كتابة الاستنتاجات. وبالتالي في بعض المواصفات التي يجب أن تتوافر في النتائج الجيدة بتاعت البحث، وهي مثلا تشخيص الجوانب التي توصل إليها الباحث بشكل واضح عن طريق المنهج الذي اتبعه والأداة التي جمع بها المعلومات، ويجب عدم ذكر أي استنتاجات لا تستند على هذا الأساس. يعني أنا وصلت النتائج، النتائج دي توصلت لها من خلال إيه؟ من خلال البيانات اللي أنا جمعتها من الاستبيان، ومن خلال الوسائل الإحصائية اللي أنا استخدمتها، فأقول وتوصل الباحث من خلال هذه الأدوات إلى النتائج كذا وكذا. لكن كتبت نتائج بدون ما أشير إلى كيف وصلت لهذه النتائج، وبالتالي المفروض إن أنا ما أكتبهاش. يعني ما أخدش النتائج مثلا من دراسة موجودة أخرى في دراسة أخرى وأكتبها على إنها من نتائج الدراسة بتاعتي. لا يصح. لا يصح إن أنا أكتب نتائج إلا من خلال التحليل اللي أنا قمت به، سواء كان تحليل وصفي، تحليل كمي، بيانات استخدمتها وحللتها، فهنا باستخلصت هذه النتائج. لكن لا يصح ان انا اشوف نتائج في دراسة اخرى واروح واخدها على اساس ان دي نتائج الدراسة بتاعتي، فهذا ايه؟ غير صحيح. ايضا يجب على الباحث الابتعاد عن المجاملة والتحيز في ذكر ايه؟ الاستنتاجات، وانما لابد ان يكون موضوعي وغير متحيز في كتابة النتائج، سواء اتفق معها او لم يتفق، لكن في النهاية بيكتب النتائج كما ظهرت لي، وعليه ان هو يفسر هذه النتائج، سواء كان يتفق معها او لا يتفق، عليه ان يفسر هذه النتائج، لماذا اختلفت النتائج عما هو متوقع. مثلا اذا كانت النظرية مثلا تشير الى ان العلاقة ما بين المتغيرين دول طردية، وجات النتائج بينت لي ان العلاقة جات عكسية، ما اروحش اغير في النتائج واكتبها لا طرديه علشان اتوافق مع النظريه، لا، عليا ان انا افسر ليه جت عكسيه. ما جينا نطبق، هل في اختلاف في التطبيق ادى الى اختلاف النتائج؟ فده شيء وارد، وبالتالي الباحث الجيد هو الذي يفسر نتائج البحث بتاعه، ويفسر التعارض اللي قد يبدو للبعض ظاهر ما بين نتائج الدراسه مثلا وما بين النظريه التي تحكم هذه الظاهره. ايضا يجب ان يتم سرد الاستنتاجات في شكل تسلسل منطقي، ان تكون لها علاقة بمشكلة الدراسة وموضوع البحث، ولا تخرج عن هذا النطاق. ما تجيبش نتائج انا لم اتطرق ليها في مشكلة البحث او في فروض البحث، بعيدة خالص عن موضوع البحث، وهي مش مجال ذكرها، انا فقط بكتب النتائج التي تتعلق بموضوع البحث بتاعي ومشكلة البحث والفروض اللي انا كنت وضعها في البداية. بعد كده ننتقل الى التوصيات. الباحث بعد ما بيخلص بقى النتائج عليه ان هيضع بعض التوصيات او المقترحات التي تساعد مثلا في معالجة هذه المشكلة، او اتخاذ قرارات الصحيحة لادارة مثلا المؤسسة او المنشأة او صانع القرار، يديله بعض التوصيات. وبالتالي تمثل التوصيات النقاط والجوانب التي يرى الباحث ضرورة سردها في ضوء النتائج اللي هو توصل ليها، وبالتالي على الباحث ان يأخذ بعض الاعتبارات في صياغة التوصيات. منها اول حاجة أن لا تكون التوصيات والمقترحات في شكل أوامر أو إلزام، لا، وإنما تكون في شكل اقتراح، أنت بتقترح بتوصف، ما تبقاش في شكل إيه؟ أوامر. فيقول الباحث مثلا يوصي الباحث بإعادة النظر في كذا، أو يقترح الباحث العمل كذا، ولا يقول مثلا يجب عمل كذا، أو من الحتمية إن لازم نعمل كذا، لا تكون في شكل إيه؟ أوامر، وإنما في شكل توصيات. الباحث بيقدم توصيات في ضوء النتائج التي توصل ليه، وعلى المسؤول أو المهتم بهذه المشكلة أو هذه الظاهرة
ياخد بهذه التوصيات هي ترجع له هو في النهاية، لأن أنا مش هاخد القرار، أنا فقط بعطي له توصيات لمعالجة هذا الأمر أو هذه المشكلة. أيضا لابد أن التوصيات دي تكون مستندة على إيه؟ على النتائج اللي أنا طلعتها. ما ينفعش إن أنا هدي توصيات مش مبنية على نتائج، طب توصلت لهذه التوصيات منين؟ وبالتالي تستند التوصيات على استنتاج أو أكثر خرج به الباحث وذكره في الجزء الخاص بالاستنتاجات. عشان كده دايما التوصيات لازم تيجي بعد إيه؟ الاستنتاجات. فوصلنا لاستنتاجات معينة، في ضوء هذه الاستنتاجات ببدأ أوضع هذه التوصيات، وهذه التوصيات كل توصية معتمدة على نتيجة سابقة. ولا يشترط وجود توصية لكل النتيجة، مش لازم كل النتيجة احط لها توصية، ممكن تكون مثلا عدد التوصيات متعلقة مثلا بنتيجتين او ثلاثة، مش لازم كل نتيجة اتوصل ليها احط لها ايه توصية، لكن لازم كل توصية تكون مرتبطة بايه بنتيجة او اكتر. ينبغي لما اطرح توصيات تكون هذه التوصيات معقولة وقابلة للتنفيذ. ما ينفعش ان انا اعطي توصيات مستحيلة او غير قابلة للتنفيذ، فهذه الحالة ما بقيتش ايه توصيات. يبقى لابد ان تكون التوصيات والمقترحات مقبولة وقابلة للتنفيذ، اي ضمن الامكانيات المتاحة حاليا والتي يمكن او التي يمكن ان تتاح ايه مستقبلا. ايضا لما اجي احط توصيات لابد ان تكون ايه محددة، ما تبقاش توصيات عامة. التوصيات العامة طب ازاي اطبقها، ازاي انفذها؟ فكل ما كانت التوصيات دقيقة كل ما سهل على متخذ القرار ان يستطيع ان ينفذ هذه التوصية. وبرضو نفس الكلام بالنسبة للاستنتاجات، الاستنتاجات ما تبقاش استنتاجات عامة، انما تبقى استنتاجات محددة وواضحة عشان اقدر افهم معنى هذه الاستنتاجات، لانه يجب على الباحث ان يكون محدد وواضح في صياغة التوصيات بتاعته. فيجب الابتعاد عن القول مثلا يقترح الباحث زيادة عدد العاملين في المؤسسة، وانما يقول ايه يقترح ان العدد المطلوب مثلا في زيادة المؤسسة كذا، ومبررات هذا العدد بالارقام والحقائق. يبقى يوضح ليه، لان زيادة عدد العاملين لو زاد عدد العاملين عن حد معين ممكن يؤدي الى نتائج سلبية. واحنا عندنا في الاقتصاد نقول ان في طاقة استيعابية لكل مؤسسة، اذا زاد عدد العاملين عن الطاقة الاستيعابية تبقى اثرها سلبية. فيما اقول الباحث يقترح زيادة عدد العاملين، طب زيادتهم قد ايه؟ فلابد ان يكون التوصية ايه دقيق. يبقى مثلا اقول ينبغي زيادة عدد العاملين مثلا، او العدد المطلوب لرفع الكفاءة او الانتاجية في هذا القسم مثلا هو العدد كذا، ومبررات هذه الزيادة كذا. ايضا لابد ان التوصيات والاستنتاجات تنسجم مع عنوان البحث ومشكلته واهداف البحث، ما يبقاش الاستنتاجات والتوصيات بعيدة عن مجال البحث بتاعي، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يوصي الباحث بقيام باحثين آخرين بمعالجة جانب أو أكثر من الجوانب إيه التي لم يستطع هو تغطيتها. يعني كثير من الباحثين وهم شغالين في البحث ظهرت لهم بعض النقاط التي لا يستطيع الباحث ان يعالجها في البحث بتاعه، وممكن في جانب التوصيات من الدراسة هنا يوصي الباحثين اللي هيجوا بعده ويقروا البحث بتاعه ان ممكن يستكملوا هذا البحث مثلا بالتطرق الى هذه النقاط التي لم يستطع ان يغطيها هو ايه في الدراسة. وعشان كده كثير من زي ما بنقول الوصول الى مشكلة بحثية او موضوع بحثي ان انا اشوف الدراسات السابقة واشوف التوصيات اللي فيها، هل فيها توصيات مثلا بدراسات جديدة في نقطة ما، فممكن دي تفيد الباحثين الجدد في اختيار نقطة بحثية
جيدة بناء على توصية من الباحثين السابقين. لما تكون التوصيات كتيرة من الأفضل إن أنا أقسم هذه التوصيات والاستنتاجات إلى محاور رئيسية وبعد كده موضوعات سنوية، زي ما قلنا إذا كان هذه التوصيات إيه كتيرة وكبيرة، فحاول إن أنا التوصيات الخاصة بموضوع معين أجمعها مع بعض، وكذلك الاستنتاجات وهكذا، علشان ما تبقاش كلها كده توصيات عامة وبشكل إيه كبير. لا، خصصها التوصيات الخاصة بالقسم، مثلا لو كنت بعمل مثلا عن مؤسسة ما وبدرس المشاكل فيها، أقول والله التوصيات الخاصة مثلا بقسم شؤون العاملين كذا، التوصيات الخاصة بالقسم المالي كذا، التوصيات الخاصة بالقسم الإنتاج كذا، وأبدأ أحط هذه التوصيات، وكذلك نفس إيه الحاجات بالنسبة إيه للنتائج. طيب يجي بعد كده في البحث المصادر، مصادر البحث اللي هي بنسميها المراجع اللي انا هستخدمها ايه في البحث، ودي ان شاء الله زي ما قلنا هندي فيها محاضرة كاملة المحاضرة اللي جاية، نتكلم عن كيفية توثيق المصادر المختلفة. وتتمثل المصادر في المراجع التي استخدمها الباحث اثناء بحثه، سواء كانت من كتب وتقارير وأبحاث ومقالات وخلافه. وقلنا ان بيبقى في توثيق داخل المتن في الهوامش، او زي ما نشوف ممكن نوثقها بطريقة اخرى داخل المتن، وفي توثيق هذه المراجع ارجع اذكرها مرة تاني في نهاية البحث. الجزء اللي هو في نهاية البحث هو ده اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. البحث بيحتاج الى هذه المصادر في المجالات التالية، زي في القراءات الاستطلاعية، انا علشان اوسع قاعدة المعرفة بتاعت الموضوع فبطلع على ابحاث كتيرة سابقة وبعض الكتب وبعض الابحاث. وفي البحوث الوثائقية والتاريخية بلجأ الى هذه المصادر المراجع. وفي البحث الميداني وكتابة الاجزاء النظرية للبحث مش هكتب من دماغ، وانما برجع الى المراجع السابقة والكتب وبشوف وأقرأ وبعد كده أبدأ أكتب في الجزء النظر. وعموما ينبغي على الباحث ترقيم المصادر بشكل تسلسلي، خاصة داخل المتن. داخل المتن لازم يبقى فيه تسلسل لهذه المصادر، وممكن يكون التسلسل كل صفحة، بحيث لما أبدأ مراجع أخرى في صفحة أخرى يبدأ التسلسل، وممكن يكون التسلسل ماشي على طول الدراسة لغاية نهاية الدراسة. ويشيل الرقم التسلسلي الى في الهامش السفلي للصفحة الى نفس الرقم المذكور في الفقرة. يعني مثلا لو كانت الفقرة هنا اهو، الجزء ده واخده من حتة، اروح حاطط مثلا هامش هنا، هيكتب واحد هنا، ويجي في نهاية الصفحة يبقى واحد، ونكتب المصدر بتاعه. جيت بعد كده الجزء ده خدته من مرجع تاني، يبقى هنا هحط هامش هيجي رقمه 2، واروح جاي هنا 2 هو نفس المرجع. وزي ما قلنا هذه المصادر برجع اكتبها واستخدمها مرة اخرى في نهاية البحث، لكن بترتيب مش لازم بنفس الترتيب اللي هو ذكر في متن الدراسة، لا، الترتيب هنا بيبقى على حسب الترتيب الابجدي للاسم العائلة بتاع المؤلف، ما بيبقاش بنفس الترتيب التي ذكرت فيه في الدراسة، لأن ترتيب المراجع في نهاية المتن ليه قواعد خاصة نتكلم عنها إن شاء الله. في جزء آخر بيكون في البحث وهو الملاحق، بيجي بعد المصادر والمراجع، ودايما يكون في بعض الأمور، مثلا زي مثلا قائمة الاستقصاء اللي أنا استخدمتها، فمش هحطها داخل متن الدراسة، وإنما بحطها في الآخر خالص من ضمن ملاحق الدراسة. يبقى يحتاج عدد من البحوث إلى إضافة جزء آخر يكون في نهاية البحث، يخصص للمعلومات والوثائق التي لا يحتاج الباحث ذكرها في متن الدراسة، وإنما ممكن يقول ارجع لملحق الدراسة، عايز تطلع على قائمة الاستقصاء اللي أنا
استخدمتها روح للملاحق بتاعت الدراسة ورا وهتشوفها. يعني على سبيل المثال يبقى نموذج قائمة الاستبيانات التي اعتمد عليها الباحث في حالة الدراسات الميدانية المسيحية بتذكر في الملاحق. بعض القوانين مثلا والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بموضوع البحث، مش معقولة ان انا هروح ذاكر له مثلا قانون قوانين كلها في داخل المتن. عايز يعني مثلا اقول مثلا قوانين البيئة بتنص على عدم وجود المصانع الملوثة للبيئة داخل المدن السكنية، وان لازم يكون في اشتراطات معينة بيئية، لكن مش هكتب نص القانون. اللي عايز يطلع على القانون هحطه في الملاحق ورا، عايز ترجع ليه وتطلع وتعرف هذه القوانين اطلع عليه. انا بس ذكرت لك مغزى او مع ملخص هذا القانون بيقول ايه، لكن عايز اطلع على القانون ممكن احطه في ملاحق ايه الدراسة. ايضا لو اي وثائق او اي نماذج ينوي الباحث ضروري تقديمها لعرض تقرير المعلومات الواردة في بحثه وليست لا يعني ليست من الاهمية ان انا احطها داخل متن الدراسة، فممكن احطها في ملاحق ايه الدراسة. وطبعا يجب ربط كافة الوثائق التي تضاف في الملاحق بالمعلومات الموجودة في البحث. يعني زي ما قلنا لما اجي اقول قائمة الاستبيان انظر الى الملحق رقم 3، الملحق رقم 3 اللي هي الاستبيان. او زي ما قلنا في موضوع القوانين ويتكلم عن قانون البيئة وعايز لمزيد من التفصيل انظر الملحق مثلا رقم 4 قانون مثلا حماية البيئة مثلا، وهكذا. فلا بد ان انا اربط هذه الوثائق بالمعلومات الموجودة داخل ايه متن البحث. بعد كده نيجي نشوف كتابة العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية في البحث. بتكتب عناوين الموضوعات والاقسام المختلفة للبحث عادة من حيث الشكل والحجم على ضوء اهمية الموضوع والمعلومات الواردة فيه، قياسا بالموضوعات والمعلومات الأخرى المذكورة في البحث والتي قد تفوق في الأهمية أو تقل عنه. في أنواع من العناوين، في عندنا مثلا عنوان الرئيسي للفصل مثلا أو الباب، وده يتحط مثلا في صفحة مستقلة، ممكن في صفحة فاضية خالص كده وأقول مثلا الفصل الأول كذا كذا، وبعد كده أبدأ في صفحة جديدة بداية المباحث. يخصص هذا النوع من العناوين عادة للأبواب الرئيسية أو الفصول، ويكون في وسط الصفحة مستقلة يبين الكاتب فيه رقم الباب أو الفصل أو إيه ويحط إيه العنوان بتاعه. وفي العنوان الرئيسي في وسط الصفحة غير المستقلة، بعنوان كده في وسط الصفحة من فوق زي المبحث الأول مثلا أو عنوان رئيسي، ويكون عادة عنوان المبحث مثلا. وقد يفضل بعض الباحثين مثلا هذا مثل هذا العنوان لفصولهم. في بعض الباحثين بدل ما هيكتب الفصل الاول في صفحة الواحدة ممكن لا يجي في بداية الصفحة كده من فوق ويكتب برضو الفصل الاول وعنوان، جايز برضو. يبقى ممكن بعض الباحثين نستخدم هذا النوع من العنوان الرئيسي لفصولهم الرئيسية، وقد يكون ذلك اقتصادا علشان يقلل عدد الصفحات. يعني مثلا مطلوب منه ان البحث بتاعه لا يزيد مثلا عن 30 صفحة، وهو البحث بتاعه اكتر من 30 صفحة، مش معقولة في هذه الحالة اروح كاتب في صفحة مستقلة بس عنوان الفصل. يبقى هنا بحاول ان انا اضغط الصفحات دي من خلال ان انا اقتصد في استخدام هذه العناوين. وفي العنوان الجانبي المعلق والذي يوضع تحته خط على الجنب كده زي كده هو، وده بيكون للأقسام السنوية المهمة في البحث. يعني مثلا أقول أولا أو المطلب الأول، يبقى في الجوانب المهمة في البحث أو الفصل الواحد والتي قد يتفرع منها عناوين إيه أخرى، ويكون مثل هذا العنوان في أول السطر ثم يوضع إيه تحته خط وتبدأ الكتابة بعد ترك مسافة إيه كافية تحت. في العنوان الجانبي المعلق الذي لا يوضع تحته ايه خط، زي كده برضو على اليمين بس مش تحته خط، وهو عنوان متفرع من العنوان السابق ويعتبر جزء من، يعني مثلا اكتب اولا وعنوان رئيسي وتحته خط، وبعد كده ابدا اقسم بعد كده عنوان
اولا دي مثلا الى الف وباء وجيم، وبعد كده في كل واحده من دول بكتب ايه فيها، فده يعتبر ايه عنوان معلق لكن لا يوضع تحته ايه خط. وفي العنوان الجانبي غير المعلق قد يحتاج البحث الى تقسيم فرعي داخل التقسيم الفرعي الذي ورد ذكره في الفقرة السابقة الى عناوين متفرعة منه تابعة لي. من هنا يذكر البحث العنوان من اول السطر ثم يوضع نقطة واحدة، نقطة طبعا نقطة ايه نقطة باللغة العربية اللي هي نقطة وليس الزيرو زي، او نقطتين كده زي ما اقول ان احنا نبدأ نقسمه بعد كده، وحسب طبيعة العنوان ثم يستمر بكتابة المعلومات في نفس ايه السطر وبعد ايه النقطة مباشرة. طيب هنتوقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.